السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والدوري الإنجليزي يا جماعة يعني ما ينفعش ما نقولش عليه إن هو أقوى دوري في العالم، أيا كان بقى أنت بتتابع مين. آه طبعا أكيد في الدوري الأسباني ريال مدريد جامد وبرشلونة جامد، واللي بيشوف أتلتيكو واللي بيشوف بايرن ميونخ وي وي وي، ولكن الدوري الإنجليزي حاجة تانية، حاجة تانية تماما. لما أتفرج النهاردة على السيتي عامل ملحمة و4-0، وواحد يقول لي يا عم ده بيلعب يا عم بورنموث، اقول لك ايا كان بيلعب مين، الطريقه عامله ازاي، التكنيك عامل ازاي، التحركات عامله ازاي، تقفيل المساحات عامل ازاي، بيب جوارديولا عامل ازاي المباراه الثانيه على التوالي يقدر يحرز الثلاث نقط. وعايز اقول لك ان ليفربول خلاص الموسم ده مش هيبقى فيه وقت، يعني ليفربول اول مباراه مع فولهام 2-2 اللي هو الهدف بتاع صلاح والهدف بتاع نونيز والاسيستات اللي عملوها لبعضهم، ولكن مفيش وقت. هل معنى كده ان خلاص ليفربول هيودع؟ اقول لك يا معلم ده ما تلعبش غير جوله، ولكن مفيش وقت لنزيف النقاط، ما ينفعش يحصل نقط تاني يخسرها ليفربول لو عايز ينافس على الجدول. طب مين اللي دخل تاني في الصوره؟ ارسنال. واحد يقول لي ما هو ارسنال كل سنه بيخش بيعمل نفس القصه ونفس الشكل، وفي الاخر بياخد مركز رابع، ما بيتاهلش لبطولات اوروبيه وبتبقى قصه كده. لا، ارتيتا جاي يعمل مشروع مع ارسنال، وده اللي احنا شايفينه، هو مش مجرد جاي مدير فني بيعمل خطط وخلاص، لا ده بيعمل مشروع، بيبني فرقه، بيجيب لعيبه في مراكز هو محتاجها. شفنا لما جاب جابريال خيسوس، شفنا لما صليبا جه مع ارسنال وبدا يفوق وبدا يعمل ارقام اكثر من رائعه، شفنا زينشينكو اللي راح جابه اللي عامل اداء اكثر من رابع، شفنا تطور ساكا ومارتينيلي اللي بقى يعتمد عليهم اعتماد اساسي ورئيسي، وشفنا كمان ايضا لعيبه كتير في ارسنال، شفنا تشاكا النهارده بيجيب هدف جميل وبرده قادر ان هو يصنع الفارق مع ارسنال، شفنا مانشستر سيتي برده. يعني خلينا بس نقسم الموضوع نقطتين على مانشستر سيتي الاول، بعد كده نروح نتكلم على ارسنال. مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا اللي بيعتمد اعتماد رسمي ورئيسي في الهجوم على هالاند، في ناس فاكره ان هالاند جوارديولا جايبه علشان خاطر هو مهاجم سفاح مفيش منه اتنين، بيجيب اهداف بيعمل بيصنع وهكذا، فيعتمد عليه اعتماد كلي وخلي كل اللعيبه اللي حواليه تخدم عليه. مش هو ده بيب جوارديولا. بيب جوارديولا بيلعب دايما بالمنظومه الجماعيه زي ما كان بيعمل مع برشلونه، منظومه جماعيه هجوميه، كل حد بيشارك في هذه المنظومه، مفيش حد حلو وحد وحش، كلهم بيشاركوا مع بعض وكلهم بيقدروا ان هم يصنعوا الفارق مع بعض. شفنا النهارده فيل فودين جاب، شفنا كيفن دي بروين ايضا كمان جاب هدف، واللي عايز اقوله لك ان انت ما شفتش النهارده هالاند بيهدف بس عمل اسيست، ده بقى اللي جاي يعمله هالاند. هتقول لي ان هو جاي يعمل اسيستات؟ اقول لك لا، هالاند كلاعب مرعب لكل مدافعين وفرق العالم وحراس العالم، اقدر في الاوقات اللي يكون الفرقه اللي قدامي ماسكه هالاند وعاملين عليه رقابه قويه لصيقه زي من بورنموث كانوا اتنين ماسكينه، وكمان ساعات يعني خط النص المدافع بينزل كمان يغطي مع هالاند فبتلاقي ثلاثة ماسكينه، خلاص خليكم انتوا ماسكين هالاند وافتحوا لي لعب وخطوط لبقيه اللعيبه، افتح لي الكيفن دي بروين للتسديد، افتح لي الجندوجان يجيب جون، افتح لي ايضا كمان لفيل فودن يجيب جون، افتح لي المساحات وافتح لي الملعب علشان اقدر اجيب اهداف تانية من لاعبين تانيين، افتح لي الملعب لرياض محرز، افتح لي كايل وولكر، افتح لي كل الناس اقدر العب بيهم واجيب بيهم 4 اهداف بعيدا عن هالاند اللي انت مستنيه يجيب جون، مش انت ماسك هالاند عشان خايف ان هو يجيب اهداف، ادي هالاند على جنب تماما هو يا معلم، واربع لعيبه تانيين هم اللي جابوا الاهداف، ده اللي بيلعب عليه بيب جوارديولا، ده اللي بيقدر يلعب عليه بيب جوارديولا بتضييق المساحات والمثلثات اللي بيعملها بين اللاعبين وساعات المربعات كمان اللي بين الرباعي، لما نشوف فيل فودن كيفن دي بروين ايرلينج هالاند وجندوجان الاربعه ساعات بيتقدموا مع بعض وبيرجعوا سوا بيعملوا مربعات، ولو جندوجان سقط في الارتكاز بتلاقي هالاند ومحرز كمان وفودن ساعات بيعملوا مثلثات، تلاقي كيفن دي بروين محرز هالاند بيعملوا مثلثات. تلاحظ دايما ان في معظم الاوقات هالاند بيكون عنصر اساسي في مثلثات جوارديولا الهجوميه، وايضا بيكون عنصر اساسي او مشترك اشتراك اساسي في هجمه السيتي سواء بهدف او باسيست او حتى بتغطيه على المدافعين بالقوه الجسديه اللي بيقدر يعملها وبيغطي على هو اللي بيغطي على المدافعين مش المدافعين اللي بيغطوا عليه. وبصراحه بيب جوارديولا يعني حاول ان هو يعوض النواقص اللي موجوده عنده، ولسه كمان جوارديولا بيتكلم انه احتمال يجيب لاعب او لاعبين اخرين، فاعتقد ان منظومه مانشستر سيتي في هذا الموسم هتكون منظومه متكامله جدا جدا جدا، واعتقد كمان ان يعني جوارديولا حاول يحافظ على اللقب بتاعه اللي احرزه طبعا الدوري مع مانشستر سيتي في هذا الموسم ايضا، واعتقد انه ممكن نشوفه في نهائي تشامبيونز ليج قادر ان هو يعمل حاجه وقادر ان هو يقتنص بطوله التشامبيونز ليج. يعني انا عارف ان كلها توقعات وتكهنات، ولكن خلينا نتوقع يعني بيب جوارديولا في اخر 6 سنوات
او في اخر 6 مواسم ليه مع السيتي ما قدرش ان هو ياخد الشامبيونز ليج، وفي اخر 10 مواسم عامه ما قدرش ان هو ياخد الشامبيونز ليج، ايا كان بيدرب سيتي بيدرب بايرن بيدرب غيره. ف بيب جوارديولا اعتقد ان الموسم ده داخل وناوي ان هو ياخد الشامبيونز ليج مع البريمير ليج، مش هيفوت اي بطوله من تحت ايده في ظل يعني كثافه اللعيبه اللي عنده موجودين سواء اساسي او احتياطي، عنده خطه واثنين وثلاثه كمان من شباب مانشستر سيتي. ارتيتا او التلميذ النجيب لبيب جوارديولا يعني المدير الفني لنادي ارسنال الانجليزي، اللي عامل ملحمه اسطوريه، بيجي فيه الجون بيجيب الثاني على طول في نفس اللحظه، بيجي فيه الجون الثاني بيجيب الثاني على طول في نفس اللحظه، يعني هو كان الراجل جاب جون 2 3 دخل فيه راح جايب جون، جاب الثاني راح جايب جون، ما شاء الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ما بيهزرش يعني، الجون يجي فيه يروح رده، الجون يجي فيه يروح رده، رباعيه الراجل ما بيهزرش ما بيجليش، يعني مش جاي يهرج ولا جاي يستهون بالفرق، لا الراجل جاي مركز، انا جاي اكسب، انا جاي انافس، انا مش جاي ان انا اهدم المشروع بتاعي اللي انا جاي اعمله في ارسنال. اداره ارسنال مدياله كل السماحيات وكل الفلوس اللي هو عايزها يجيب بيه لعيبه، قالت له شوف المراكز الناقصه ايه، الراجل قدر يستغل شباب ارسنال، ما جاش قال انا عايز مليار استرليني اصرف وخلاص واجيب لعيبه، لا الراجل جاي قال فين شبابكم، قال له شبابنا هم، طلع منهم ساكا، طلع مارتينيلي، اوديجارد برضه اقدر ان انا ادعمه كشاب، صليبة طلعه مفيش اي مشكله، زينشينكو شاب من السيتي هاته مفيش اي مشكله، طلع شباب ايه المشكله، مش هخسر حاجه، طلع شباب ووريهم للناس، ده اللي حصل. طب انا عايز مهاجم عندي ناقص، انا همشي لاكازيت، اوباميانج راح برشلونه، هات جابريال خيسوس، لا دربته قبل كده مع بيب جوارديولا في السيتي وعارف امكانياته، جابريال خيسوس جه الراجل يعني ما شاء الله النهارده عامل ملحمه، جون طب التاني طب اسيست طب كور عاليه طب كور واطيه، اسطوري، وهيبقى السنه دي من افضل الناس وهينافس على الهدافين كمان، عارف يستغل جابريال خيسوس اللي كان في معظم الاوقات مع سيتي موجود دكه، لا انا هاخد الدكه دي وهلعبه اساسي عندي. جرانيت تشاكا انت مش قليل، انزل العب وهات جوان كمان، زينشينكو تعالى العب وينج ليفت وباك ليفت تقدر تتقدم، ساكا العب، مارتينيلي العب، دي الناس اللي قدر يعتمد عليها، ايه المشكله؟ كان عنده لينو ما عجبوش مشاه، ايه اتكل على الله، لينو مالكش مكان هنا، رادس ميل قادر يسد الخانه دي وقادر يعوضني وبقول حارس الاساسي الارسنال، ده اللي عمله ارتيتا. ارتيتا بيتبع مدرسه قريبه جدا من بيب جوارديولا، ارتيتا جاي الموسم ده هيعمل عظمه، اتفرج على ارتيتا وشوف ارتيتا الموسم ده هيعمل ايه، هيعمل مفاجآت كتيره جدا، طبعا اعتقد انه هيحجز مقعد للتشامبيونز ليج. عايز اقول لك ما تنساش كمان توتنهام مع كونتي، توتنهام مع كونتي برضو دعم بصفقات قويه جدا، شفناه الماتش اللي فات عمل ايه بالرباعيه اللي جابها ولسه كمان، فالموضوع على ليفربول السنه دي هيبقى صعب، الدوري الانجليزي كله هيبقى صعب، مفيش فرقه هتفرط، نيوكاسل حاضر بقوه، نيوكاسل مش وحش، برايتون ممتاز وكسب اليونايتد 2-1 في اول لقاء ليه، هتشوف يعني مفاجآت في هذا الموسم في الدوري الانجليزي، ولن يتم حسمه الا في اخر جولتين ثلاثه، ومش هيكون مع الحسم على فرقتين بس، اعتقد هيكون فرقتين وثلاثه واربعه كمان. ما تنساش تشترك في القناه يا صديقي العزيز عشان تتابع كل اخبار الدوري الانجليزي، كان مع اخوك عمرو عاطف في قناه صاحب الكوره، ان شاء الله فيديو جديد، السلام عليكم.